بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. كنرحب بكم أخواتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم بإذن الله غادي نقدم لكم بسبوسة أو حرشة بشكل جديد ومغاير، واحد الوصفة اللي كتجي سهلة وسريعة التحضير للغوتي ديال العشية، كتجي زوينة وبنينة وخفيفة كذلك. هنايا عندي كيف كتلاحظوا واحد المقلاة النوع الثقيل، القياس ديال هذه المقلاة 30 سنتيمتر، ولا كان عندكم القياس اللي هو صغر ممكن ديروه الا بغيتوا البسبوسه ديالكم او الحرشه ديالكم تجي عاليه. بعد ما كندهنوها مزيان بالزبده كنرشوها كبسميده باش ما تلتصقش معنا ان شاء الله. كنحاولوا نلبسوها كامله حتى الاطراف، كنلبسوهم كاملين بهذه السميده. دابا غادي نخليوها على جنب وغادي نمروا ان شاء الله المقادير. عندي هنايا كاس اللي هو كبير ديال الحليب، غتلقاو المقادير مكتوبين في صندوق الوصف بالعبار وبالغرام ان شاء الله. وكنضيفوا عليه واحد الملعقه اللي هي كبيره ديال الخل. وهنايا غادي نخليو الحليب ديالنا على جنب حتى يختر. وهذه الطريقه هذه اللي كنديروا الحليب باش تجي البسبوسه ديالنا خفيفه وكتجي هشيشه ان شاء الله. في اناء الخلط كنضيفوا بيضتان بحاره المطبخ، وكنضيف عليهم واحد الكيس ديال الفانيلا ديال 7.5 غرام، وقليل من الملح او رشه من الملح. وغادي نضيف عليهم نص كاس ديال السكر سنيده اي سكر الخشن ما يعادل 75 غرام. وغادي نخلط هاد العناصر مزيان غير بالطلب اليدوي حتى نحس بان السكر الحبيبات ديالو دابو. بعد كنضيفو نص كاس ديال زيت نباتي ما يعادل 75 ملي، وكنضيفو واحد العلبة ديال الياغورت أي الزبادي بنكهة الفانيلا ديال 110 غرام. وغادي نضيف عليهم داك الحليب اللي ضفنا ليه الخل. غادي إن شاء الله نجيب ملعقة وغادي نوري لكم كيف ولا يعني القوام ديالو من بعد ما ضفنا ليه داك الملعقة عفوا ديال الخل. بسم الله. وغادي نخلطوا جميع العناصر مزيان. ودابا غادي نضيف ان شاء الله السميده. غادي نحتاجو جوج كيسان ديال السميده، كيسان ديال العنبه، وغادي نضيف عليهم جوج اكياس من خميره الحلويات البيكين باودر ما يعادل 14 غرام. وغادي نخلطوا جميع العناصر. والنوعيه ديال السميده اللي استعملت النوعيه العاديه المتوسطه اللي كنا نديروا بها البسبوسه او الحرشه. وهنايا الخليط كيف كتلاحظوا القوام ديالو كيكون خفيف، ما نحاولوش نديروا ما نكتوش من السميده باش ما تجيش البسبوسه ديالنا مدقصه وتجي القوام ديالها ما يجيش خفيف. وهنايا غادي نحيد واحد الكميه في واحد الكاس، غادي نحتاجوها ان شاء الله للتزيين. غادي نضيفوا ليه الكاكاو، وهذه الخطوه هذه اختياريه ممكن تستغناو عليها. نقصت شويه من داك الكاس. غادي نضيف واحد الكيس ديال الكاكاو، كاكاو المر او الكاكاو الخام تقريبا ملعقه اللي هي كبيره. وغادي نخلط مزيان بواحد الفورشيت او ملعقه. وهنا من بعد ما دخلت مزيان داك الكاكاو مع الخليط وتغير اللون ديالو غادي نخليه على جنب. وكنمروا كنجيبوا الخليط ديالنا اللي خليناه في الاناء كنخلطوه عاوتاني بالطلب اليدوي لان ديك السميده باش ما تلصقش معنا في الاسفل. بسم الله. وكنخلوها في المقلاه، راني شاعله الفرن اخواتي، كنشعلوا الفرن في البدايه غير من الاسفل باش نوجدوه يسخن باش ندخلوا البسبوسه ديالنا او الحرشه. وهنا غادي نحتاجوا ان شاء الله المربى، غادي نحتاجوه من بعد ان شاء الله غادي ندهنوا به او نسقيو به هذه البسبوسه هذه. وهذا الخليط اللي ضفنا ليه الكاكاو هذه الكميه غادي نديروها عفوا في واحد البلاستيكه او جيب حلواني. ان شاء الله غادي نخدموا بها ان شاء الله او غادي نزينوا بها هذه البسبوسه. وكيف قلت لكم ممكن تستغنوا على هذه الخطوه هذه، وكتجيبوا واحد المقاس وكنا غادي ان شاء الله نشكل واحد الثقب.
بسم الله. وهنا كيف كتلاحظوا اخواتي شكلت واحد الثقب اللي هو كبير، من الاحسن كي تحاولوا ديروا لهذاك الثقب ديروه صغير صغير باش حتى الخطوط يجيو مقادين، وكنشكلو هكا دوائر. كنحاول غادي نخوي ديك الكميه اللي بقات لي في البلاستيكه، ممكن ديروهم غير رقاق، يعني ديرو غير نص الكميه اللي غتحيدو من هاد الخليط وتضيفوا ليه الكاكاو. وهنا كنجيب واحد الكيودو او عود الشواء وكنشكلو هكا خطوط الجهه الخارجيه هكا بهذه الطريقه. من بعد كنديرو العكس، كنردو الوسط وكنتحصلوا على هاد التزيين او هاد الزوقه هادي اللي على شكل ملفاي. وهنا في الوسط كنشكلوها هكا غير دائره او دوائر، كتعطينا هاد الزوقه هادي. صافي ان شاء الله دابا غادي ندخل البسبوسه ديالي للفرن اللي هو سخون من قبل. كنشعلوا الفرن غير من الاسفل في البدايه حتى تطيب وتحمر، من بعد كنشعلوا ليها من الاعلى حتى تاخذ اللون. وهنا بعد ما خرجتها من الفرن مباشره بقى سخونه، كنتحصلوا على واحد البسبوسه اللي هي رطبه وهشه. كنحاول نشكلو هكا ثقوب بواحد الكيغدو، ممكن تستعنوا بالفوركشيت. ونسيت ما ذكرت لكمش اخواتي، كنطيبوها على نار اللي كتكون هادئه، كنحاولوا نخليوها تطيب على خاطرها. وهنايا كنجيبو داك المربى وكنحاولوا نسقيو هاد المربى او كندهنوها، منها كتسقى ومنها كتدهن يعني الوجه ديالها، وكتجي زوينه وكتشرب هاد المربى هذا. وهنايا كيف كتلاحظوا من بعد ما تشربتو مزيان، ولا كان عندكم المربى ثقيل ممكن تضيفوا فيه شويه ديال الماء يكون مغلي، او كديروا فوق النار وكتزيدوا فيه شويه ديال الماء حتى يخفف معكم داك المربى، وكتسقيو به هاد البسبوسه. وغادي نقطعها لكم باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل، ولا مزينتوهاش بهاد الخطوط ديال الكاكاو. من بعد ما كتضيفوا المربى كتزينوا بالكوك او باللوز كونكاسي او بالكاكاو الفول السوداني حتى هو مهرمش من الفوق. وهذا هو الشكل ديالها كيف كتجي من الداخل، كتجي خفيفه وكتجي رائعه وكتجي هشه، والحبيبات ديال او حبات ديال السميده كيجيو مفرقين ما كيجيوش مدقسين. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، ولا بغيتو تجيكم يعني عاليه على هذه ما تجيش رقيقه ممكن تصغروا غير المقلات، كديروا المقلات اللي هي صغيره وكتجي محمره من الاسفل كيف كتلاحظوا. واللي ما عندهاش المقلات الثقيله ممكن دير في المول عادي ديال الكيك، لكن من الافضل تكون المقلات الثقيله، كتجي رائعه وكتجي زوينه وكتاخذ الوقت ديالها في الطياب. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم على المتابعه اخواتي. وما تنساوش تشجعوني بلايك، بارك الله فيكن اخواتي، والبارطاج مع الاحباب ومع صديقه ديالكم باش تعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو قادم ان شاء الله، في امان الله وحفظه.